لا 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 ما تخصوش هذه. السلام عليكم ورحمة الله. أشعر بالدم وانتهى حق المناورات وظهرت العيان الحقيقة السياسية التي يعاني منها المغرب ألا وهي عناد الحسن واستحالة الاتفاق معه على أي عمل يهدف إلى المصلحة العامة ما لم يتخلى عن عقلية الاستبداد ومفاهيمه الإقطاعية. ولقد كشفت صحيفة ليموند عن جوهر الخلاف بين الكتلة والقصر حين كتبت في عددها الصادر في 6 أبريل تقول: لقد اكتدبت الأزمة في 30 مارس حين وقع تصادم كبير بين تصورات الملك لتكوين الحكومة المقبلة ولمهمتها ولبرنامجها وبين وجهة نظر الكتلة في هذا الموضوع. حتى وقع بعض من أبرز المقاومين الذين عملوا من أجل استقلاله ضحية الاتهام ظلما بحياكة مغامرات لإسقاط الحكم. سعيد بن عيلات واحد من هؤلاء. كان بن عيلات من الرعيل الأول لجيش التحرير ومن قيادات المقاومة المسلحة ضد المستعمر الفرنسي، لكن فرحته الغريبة بالاستقلال لم تكن تسمح له بالتوقع أنه سيحكم عليه بالإعدام في بيان في عام 1963 بعد استقلاله. رفض تسليم السلاح لأجهزة الأمن التي سيطر عليها وزير الداخلية والدفاع آنذاك الجنرال أوقير، يدبر المرحلة الثانية على الملك الرحيل القاسم الثالث عام 1972. ضرب أوفقير بيد من حديد كل من خلقه الرأي من سكان الريف واليسار المغربي عموما. لأن لم يكن أن يتعامل مع ضابط الاستعمار لأن تكلفة شارك حسب الشعب الإيراني، ثم كذلك الشعب المغربي سواء على خشوشة ضابطة ولا خطة مذكرة، فعليه كان عمل من هذا المسألة. إذا كان البرنامج رائع جريح شمالي كما تبدو لنا كي سنتوره وما ضيق للسلطة أسجد البرنامج من الامتياز. مع 72 تجمع كذلك الأواخر 72 22 جمع المغرب، لأن إحنا نجيش نخليه ونفهم من عيبات ولا إحنا نجيه بشيء، لأن على الله وعلى نفسنا لأن غادي نجي نحرق نفسي ونكون شهادة. فعلا 27 رمضان 1973 كنا كانت مع الوضع خلال محمود الأمير وكان مجموعات الجهاز الذكي مجموعات الجهاز الذكي مجموعات الجهاز الخلفي مجموعات الجهاز الذكي الإضافة إلى مجموعة من الأشخاص الذين يعملون في الوسط سواء ضربنا أو الأكاديمية ولا شخص ولا مجموعة أخرى أخرى ثانية. إذا 27 رمضان كنا المغرب على أساس أنه كنا ثورة الشعبية ثورة الدكتاتورية. الاستمراريات ليه كان على القانون ليه كان؟ لما شان مصر كان جنبه لما نفسه ونجح. لما خبرك بحال شي بجانها تاخشي لك راسك نسيت خدمة تتخرب. سمر في مكينة والخطوة يبدأ عزم السبيل في كل خطوة.
ما كيعتقدش بانه مغربي واحد ميزور قلالي. ما كاينش واحد اللي يقول بانه اللي داز دار المقدم اللي داز في الكوميساريه هذيك المرحله ومن بعد. هذه القضيه احنا يمكن هذا السؤال يتوضع في راسه، يمكن يتوضع في محل فيه قضاء مستقل، في مؤسسه فيه راي عام. اما في المغرب ما يمكنش واحد يتوضع عليه سؤال واش تعذبت ولا ما تعذبت، ويعتبر انه هذا سؤال قضية. والشيء اللي كيتطرح الان هذه تزمامات، هذه مولاي الشريف، هذه قلعه المولى، هذه كذا، هادشي كله كيدل على انه المغرب مازال هذا السؤال في السوق يبحث الانسان على جوابه وجوابه فيه. Après tout ce que vous m'avez dit, pensez-vous que le roi, dans sa personne, dans son pouvoir, dans sa manière de gouverner, est l'obstacle majeur à ses revendications fondamentales? Eh bien, s'il est placé là où il est, et du fait qu'il est le chef d'État qui détient tout le pouvoir, eh bien, c'est à lui de prendre cette initiative. Si l'initiative n'est pas de lui, eh bien, il faut craindre. Le pire encore, l'année. Mais nous avons également le souci de la stabilité en plus, et non pas pour qu'il tombe dans le calme. Nous ne voulons pas que notre pays soit l'objet de coups d'état successifs tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans. Nous savons que nous devons véritablement lutter contre le sous-développement, mobiliser le peuple pour cela, comme n'ayant la stabilité. Et cette stabilité peut être à notre sens que par la démocratie. C'est pour cela que nous exigeons, que nous demandons, dans l'intérêt du pays, peut-être même dans les années le plus possible de s'en aller, c'est la constitution, etc. Cela ferait un choc. Parce que tout ce qui a été fait jusqu'à présent, quand on est Thank you.
Il n'y a pas de barrage possible à toute aventure quelconque. S'il n'y a pas une confiance dans la volonté du peuple marocain. Par conséquent, pour nous, plus que jamais, à l'heure actuelle, il y a une seule façon de pouvoir remédier à la situation, une situation excessivement grave, très dégradée, sur tous les plans économiques, social et surtout sur le plan de la confiance. Une seule, c'est de donner la parole au peuple. سيدات والسادة، سجل المركز في ميثاقه التأسيسي هدف السعي لتوسيع فضاء الذاكرة الجماعية للمغاربة، ووضع في برنامج عمله الدفاع عن الحق في الذاكرة كحق كوني لكل مجموعة بشرية ولكل حساسية مجتمعية. فالذاكرة تصير الملجأ الأخير حين ينهار كل شيء من حولنا وحتى عندما يدمر الأمل. إن المغرب مجتمع متعدد غني بتنوع مكوناته البشرية واللسانية والمجالية والسياسية، ومع ذلك وإلى حدود نهاية القرن العشرين كانت الذاكرة الجماعية في المغرب محتكرة وحادية الجانب، تهيمن فيها الذاكرة الرسمية التي تهمش بل تقصي الذاكرات الأخرى، سواء تعلق ذلك ببرامج الاحتفالات أو بأسماء المنشآت والشوارع أو بمناسبات التخريج أو في الكتب الدراسية أو في البرامج الإعلامية. لا وجود إلا للذاكرة الرسمية. لقد تعرضت مجموعة من الذاكرات للتهميش والإقصاء، وفي بعض الحالات للتشويه، منها على سبيل المثال للحصر، ذاكرتنا الأمازيغية، ذاكرتنا الإفريقية، ذاكرة أهل الشمال، ذاكرة الصحراوية، ذاكرة الليبية. إلا أن التي عاشت الإقصاء والاضطهاد أكثر لذاكرات مكونات حركة التحرر الوطني المغربية، لأن الحاملين لها كانوا عموما وطنيين اختلفوا وتصادموا مع الملكية حول بناء الدولة الوطنية بعد فترة الحماية. هكذا سطر المركز في برنامجه الاستراتيجي صيانة ذاكرة هذه الحركة المعارضة من حيث تجميع أرشيفها، تكريم رموزها، تنظيم مناظرات علمية حوله، وتهيئ شروط تملك جماعي للتاريخ المشترك للمغاربة. لقد أنجزنا في المركز لحد الآن مجموعة من الأعمال في اتجاه صون هذه الذاكرة وإعادة طرحها لتندرج في سيرورة كتابة تاريخ موضوعي يتسع للتعدد المجتمعي ويستوعب بإيجابية الاختلافات السياسية والإيديولوجية للمغاربة في إطار المشترك الجماعي اللاحم للكيان المغربي. السيدات والسادة، إن مركز بن سعيد يتدل ليس حصريا مركزا للبحث العلمي الأكاديمي، بل هو كذلك فضاء للمواطنة الناشئة والمتجددة، ولذلك يتجه فعله إلى توسيع الذاكرة الجماعية للمغاربة حتى تحتضن الجميع. والتزاما بما سطرناه في برامج المركز، نستدعي اليوم ذكرى أحداث
3 مارس 1973 للعمل على إعطائها المكان اللائق بوزنها الحقيقي في تاريخنا الوطني. إن احتضاننا اليوم لانطلاق مسيرة استحضار وتوثيق هذه الأحداث العليمة التي انفجرت في عمق المغرب ليس إلا انتصارا للحق في الذاكرة، عملا على رصد وترتيب الأحداث التي قادت إلى انفجار العنف والعنف المضاد وتواتر الاحتقان والتصادم. نحن بحاجة اليوم بعد نصف قرن على هذه الأحداث إلى إعادة قراءة هذا الماضي القريب، إلى تجميع وصيانة كل الشواهد عليه وإلى مقاربة وقائعه بهدوء كبير بتروي المتبصرين وسماحة الحكماء. وشعار ندوتنا اليوم يترجم هذا التوجه من أجل استعادة هادئة للذاكرة. نحن كمغاربة مضطرين آجلا أو عاجلا للتصالح مع ذاكرتنا الجماعية المتعددة بكل تفرعاتها، ودور الباحثين الشباب والجامعة حاسم في تسريع وصدقية واتساع هذه المصالحة. لهذا لم نجد أبلغ كتاب يكتف هذه الأبعاد المختلفة والمعبرة عن هذه التجربة وأبطال بلا مجد بكل ما يحمله العنوان نفسه وكل التحقيق الذي قام به المدي بن الحاضر عنه لمجريات الأحداث وصليها، ونضع في نفس السياق مجموعة من كتابات من بينهم مذكرة الأستاذ تزاري ثورة لم تكتمل. وسنستمر في مركز محمد السعيد على احتضان وتشجيع كل المبادرات في هذا الأفق بالانفتاح على الجامعة والشباب الباحث وكل الاجتهادات على قاعدة علمية تاريخية نقدية ومتعددة. في الختام أود أن أشكر كل المساهمين في هذه الدورة وكل من ساهم من أجل إعدادها وإنجاحها، أخص بالذكر لجنة الرعاية الكوميتي الطريناج، وسأذكر أغلب الأسماء: زكريا داود، مصطفى بوعزيز، موسى سلم، مهدي بن نونا، بوكر لاربو، عبد العالي عبد الكريم مالوزي، وابراهيم الشيح. أشكر كذلك هيئة نقابة المحامين دار بدار التي فتحت لنا باب دار المحامي واحتضنوا في فضائها هذه الندوة. كما أريد أن أشكر مؤسسة توريا وعبد العزيز التازي الذي دعمت الدورة بفريقها التقديم وبأهدائنا حفل الشيء الختام. شكرا للجميع وشكرا للحضور والكلمات الثقيلة. بغينا نمنوا ذاكرة حول مراحل اجتازها المغرب، وكانت إشارة تمجيد المناضلين وقيادتنا وكفاح الحركة التقدمية المغربية. الشريط هذا نجزو أرضوان المرضيعي ويشكر عليه، هذا فيه مجهود كبير وكنت كنتم أعتقد متفقين. أخي العزيز عبد الصمد الصدوق رئيس مؤسسة بن سعيد عايز للدرجة الثقافة، أهلا وسهلا أيها السادة والإخوان. أولا باسم المبادرين لإحياء الذكرى 50 لأحداث 3 مارس 73، أود أن أشكركم على الحضور وشكر مؤسسة بن سعيد الذي تشرف وتدبر هذا اللقاء في إطار اهتماماتها لحفظ الذاكرة كما ذكرت أخونا الصديق. هذا اللقاء دقيق وحساس بالرغم من أهدافه النبيلة
هدف هذا اللقاء الواضحة هو إعطاء الذاكرة ما تستحقه من اهتمام والمساهمة في التاريخ من أجل الحقيقة والإنصاف ولا ننسى الإنصاف. ورسينا أن نهدي هذا اليوم للمرحوم محمد بن نونة محمود لما يشكله من رمزية لجيل ما بعد الاستقلال الذي وهب حياته وطول عمره من أجل إدراك المغاربة كلهم. أيها الإخوة أيها الأخوات، بكل وضوح أريد في البداية تذكير بعض المعالم الأساسية ونقول واضحين. أعلن العاهل المحفور له الحسن الثاني في خطابه يوم 8 يوليو 1994 عن طي صفحة نهائية في ملف الاعتقال السياسي، وتم إخراج المعتقلين من السجون والسماح المنفيين بالعودة. كان هذا القرار الملكي منعرجا تاريخيا في مسار المغرب، واعتبرناه يبشر بعهد الثقة والحرية وسيادة القانون. على إثر هذا الخطاب رجعت شخصيا من 20 في يوم 20/4/94 إلى بلادي بعد 24 سنة من الانفلات الثوري. وقد قررنا قبل ذلك أن الصراع السياسي باللجوء إلى العنف أصبح مرفوضا ومدانا. وفي يوم 12/2004 أنشأ جلالة الملك محمد السادس هيئة الإنصاف والمصالحة قصد فتح الوئام صفحة الوئام للأمة المغربية والسير نحو معالجة ملفات انتهاكات حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا. وفي 29 أكتوبر 2015 نظمت في المكتبة الوطنية بالرباط الذكرى 50 لاختطاف الشهيد مهدي بن مكة. وكان لي الشرف للعمل إلى جانب المرحوم عبد الرحمن اليوسفي مع الأخ اسمه عبد الله الفضل والأخوتين الأخوان الآخرين كل ذاته في أخذ المبادرة وتنظيم هذه النزوة التاريخية. أرسل لنا الملك العاهل محمد السادس بخطاب يؤكد فيه أن الشعب المغربي لا يتهرب من ماضيه ولا يضل سجين سلبياته، بل يعمل على تحويله إلى مصدر قوة ودينامية لبناء مجتمع ديمقراطي وحداثي. وأضاف العاهل ويبقى الأهم هو العمل على تملك جميع المغاربة بتاريخهم بنجاحاته وإخفاقاته من أجل العيش في حاضر آمن ومستقر والتوجه لبناء مستقبل أفضل بكل ثقة وتفاؤل وأمل. هذا كلام الملك الذي قال أيضا إن الدول تبنى على تاريخها بإيجابياتها أو سلبياتها، وشعب بلا تاريخ هو شعب بلا هوية ولن يكون له مستقبل. أيها الإخوة أيها الأخوات، نحن المبادرون لهذا اللقاء ولتعميق التفكير في أحداث لازمارت لسوسوين خلال هذه 50 يوم خلال السنة كاملة. نسجل عملنا ومبادرتنا في إطار هذه الأفكار وهذه الأقوال، ونحن في هذا المسار نريد المساهمة في تصحيح المنظور التاريخي بدون بطولية مفردة. نأخذ الكلمة كفاعل في أحداث 3 مارس لنوضح، وأيضا لنتساءل على الأشياء. نوضح أولا أن أحداث 3 مارس 73 تندمج في التاريخ السياسي للأمة المغربية، وكانت خاتمة مواجهة دامت عدة عقود بين المعارضة والنظام القائم، وصراع حول طبيعة النظام ومؤسساته
وانخرطت أجيال كاملة في هذا الصراع بتوجهات فكرية وعقائدية مختلفة. ثالثا، تم تنظيم هذه الانتفاضة وتحضيرها منذ سنوات من قبل قادة من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وكوادر ومناضلين هذا الحزب بالمئات. وأؤكد هنا أننا كلنا كنا منتمون للاتحاد الوطني للقوات الشعبية. دافعتنا وتفاعلنا مع قيادة الحزب المنتخبة المؤتمر الثاني للحزب والمؤكدة في قرارات 1972. ثالثا، أهدافنا كانت من أجل انعتاق المواطن المغربي. رابعا، برنامجنا السياسي، وهذه هي الوثائق، برنامجنا السياسي المقترح آنذاك كان منبثقا من برنامج حزب الاتحاد الوطني للقوى الشعبية والكتلة الوطنية على العموم، منبثق منه. خامسا، كانت قضية تحرير صحرائنا ومدننا المحتلة من طرف الاستعمار ووحدة بلادنا أهم حافز لكل المناضلين الذين ساهموا في 3 مارس. إن أحداث 3 مارس شملت المئات من النشطاء وذهب ضحيتها الآلاف من المعتقلين والمخطوفين والمعدومين. لهذه المناسبة أريد الترحم على كل ضحايا 3 مارس كيفما كان موقعهم، بما في ذلك أيضا المواطنين الذين سقطوا وهم في خدمة عسكرية أو الإدارية. أيها الإخوة والأخوات، أريد هنا أن أؤكد أن العديد من الضحايا والذين اعتقلوا لم يكونوا منخرطين في التنظيم المسلح، وأن بعضهم كان ضد اللجوء إلى هذا الأسلوب في المواجهة، لكن أجهزة القمع كانت مسلطة على كل تقدميين والاتحاديين، حتى أولئك الذين جرأتهم محاكمة القنيطرة فتم اعتقالهم من جديد. وتم وهنا أحييكم على التصريحات الأخيرة للأستاذ محمد الصديقي الذي شهد على كيف مرت إطلاق سراح في إطلاق سراح في الحسين وهم يخرجوا من الحبس وما ستين لسبعين، وحاولت مع السترس على المحكمة الأراحة ورجعوا مع التعليم لأخطفوهم في مجلدين ودوسوا الشروف في سماعة داروا لهمتهم أخرى هي نسبة محاولة اختطاف ولي العهد. وسب صديقي وقال بأن مصير العبيد اللي كان هو اللي علم على قاضي اللي أعلن على البراءة كان تم قمعه بشكل قوي طرف الملك الحسن الثاني ومحمود، وعلى إثرها 10 أيام من بعد مات. وهذا كيعني أنه الناس ما مشاوش ما تعذبوش، وهذا فقط لأنه مشاكل في العمل المسلح لكن كان المستهدف محمي القوى التقدمية المغربية. وأكيد من هنا أنه إذا اعتمدت هذه الانطلاقة على نسبيا ماشي كلها نسبيا على العمل من الخارج فانها لم تكن خاضعه لاي نظام، لا حزب البعث، لا النظام الجزائري ولا الليبي. وكانت هناك تحالفات مع قوى تقدميه انظمه تماشيه مع الواقع السياسي اللي كان في ذاك الوقت. هذه بعض الافكار والملاحظات
ولنا سنة كاملة للبحث فيها، ولكن غادي ندوز لكم واحد دوكيمون سوما غادي يبين لنا شنو الجو اللي كنا فيه. غتعرفوا الصوت ديال من وغتعرفوا التسجيل ديال وشق ثاني يعني كيف دخل في العمل
سياسي وعمل مسلح أي صورة. فأول وقت لقني شيء أول تعرفي مع محمود بن نونا كان في الزبداني 1968 مع الآخر توزاني وطوب الغندو والحسين مانوزي والنجار وجمعات ديال الإخواني هنا اللي مات الله يرحمه اللي بقي حالي وطوب الغندو. فعلي الليلة الأولى اللي كنا معشنا في الزبداني كان القوات الإسرائيلية مغارة على الموقع الزبداني وباقي ما خديناش الملابس العسكرية. فطبعا محمود فاق كنوضو الترانشي للترانشي حنا في الترانشي لأنه كان ترانشي حدا المعسكر. وطبعا القوات السورية الدفاع السوري تصدوا القوات الإسرائيلية شي اللي جعل المهم كان فينا خسائر. أما فيما يخص الزبداني طبعا فيه جميع الشباب العربي اللي جاوا يساهموا في الثورة الفلسطينية. فبالنسبة لنا كحركة كما قال الأستاذ وشلح يعني خلينا المسار وحدنا عن هذا ديالنا أشبهنا بالضبط هو أنه العمل المسلح هو الحل الوحيد. فلقل لك من التدريب معنا الأخير محمد بن جلول وكما قلنا محمود يعني أثناء النهار طبعا تدريب عسكرية وبالليل كان محاضرات كان محمد تزنيتي نولى ورحمة الله من الناس اللي كأطرونا سياسيا وخلي الحسين مانوزي من ناحية المجال السياسي ومجال من قبل. وكذلك بالنسبة للتوزاني هو ضابط الاتصال ضابط الاتصال كان ضابط عسكري وعنده كفاءة عسكرية. فعلي ما غاديش طبعا ما نكلياش فتدخل نكري عن أسماء فغادي يعني نطرق بالضبط النقاط المهمة. فعندنا كمنا يعني تدريب من كلاشينكوف وكلاشينكوف وكتاريوف وإيربيجي ويعني والقنابل اليدوية والألغام مضاد الذبابات والألغام مضاد الأشخاص. فقلت لك منا طبعا تدريب طبعا يعني سمحنا إلى مجموعتين مجموعة الأولى كنمشي للجولان مجموعة ثانية كنمشي لأول الأردن. فبالنسبة لي أنا كنت مع مجموعة الأردن لا عفوا مجموعة الجولان. أما الإخوان الأخرين كانوا اللي كانوا أصغر كانوا يعني الأخر عفوا أبو شاكوك وكان يعني مجموعة علي برلو مجموعة. أما في مرقس مجموعة اللي كنت فيها كانت أصغر خنجار راه دابا مغيب فرضات الشفيق كانوا الشبان يعني توليين كان من الشبان ديال جيش التحرير وكان رجل يعني مقاوم يعني صار نتمنوا من هذا المنبر الشفاء العاجل. فطبعا كنا مع عبد الرحمن كذلك عبد الرحمن شجاع حتى هو كان معنا. وطبعا مره كيجيو الاخوان محمود زرنا محمد بن جلول زرنا التوزاني وكيجيو معنا. واحد المرة جاو لقاو اللواء صالح جديد وكان كل جميع البرغون وهذاك الكسكس ديالهم اللي شبيه لأن صالح جديد كان رجل وطني يعني تقدمي وفتحوا لنا المجال لأن احنا انتمينا للقوى السائقة القوى السائقة وتعاملنا مع الجبال الشعبية ديال أبرج حباج وتعاملنا مع ياسر عرفات حركة الفتح. في خوان ديالنا سواء في الأردن قاموا بعدة عمليات وحنا كذلك بالنسبة للجولان عدة عمليات ضد الكيان الصهيوني. فذاك الوقت الكيان الصهيوني ما يمكنش الدبابة تحرك بدون ما يسبقوا لكاسحة الألغام ماشي بحال دابا. ذاك الوقت كان يعني فدائيين في المستوى عندنا إربيجي عندنا المسائل القوات الصهيونية كتحرك بالخوف كتحرك بشي ديالها محدود. فأي على أي إذن 1968 يعني كنا في القواعد نهر الأردن يعني نهر إرموك يعني سمعنا بأنه وقع الانقلاب في ليبيا. وكذلك من هذه المرحلة كان محاولة الانقلاب في 71 وكانت طرفات لنا طبعا المعلومة الله. وثانيا محاولة هي الطائرة 16 أغسطس 72 جينا ليبيا وطبعا غادي نلقاو الآخر
ابراهيم الاستاذ ابراهيم الشلح عزيز القاره تجاني يمكن في برنامج التحرير في المجلس الصوتيه وطبعا كان مانوجي وراشد مانوجي كذلك يمكن في الجهاز الاعلامي. اما احنا طبعا كان جينا من جديد كندربو وكنا كقوات صاعقه والضفادع البشريه. اذن اواخر برنامج التحرير جينا للجزائر وتلاقينا كان المرحوم محمود طبعا شهد الاجتماع وقالوا لي انه غادي ندخلوا المغرب وفعلا دخلنا المغرب وكان عندنا اجماع الاتفاق على انه غادي نقوموا بثوره في تغيير الاوضاع في المغرب نظرا للظروف اللي ذكروها الاخوان الجميع وكل واحد يعرف هذا الظروف اللي كان عاشها انا ذاك. اما كيف هذا طبعا الشق اللي كان عرف محمود هو اللي طرأ الاجتماع اللي هنا في الاخر وجينا باش ندخلوا الفيديو فهذا قبيل معرفتي بمحمود. اما معرفه كيف تخلص التنظيم يعني كما قال الاستاذ ابراهيم كان منحنى من الحركه الوطنيه كان مرحوم خالي من الناس الوطنيين في تبرير الشيء اللي جعل انه كنت كشخص سبب تعثرت في هذا الكار وفعلا وقف بانه الخوانين اللي كانوا كنحاربوا في هذا الاستعمار ولاو هما اللي خذوا المسائل في المغرب خذوا المسائل في المغرب فكان الحل الوحيد هو انه غادي نقوموا بالتغيير الجذري. فهذا الاخوان طبعا كان اللي كيقول بما يسمى الاختيار الديمقراطي لكن مع المغرب ديال الاختيار الديمقراطي الوقت اللي كان الاغتيالات كان الصيام كاين الزبور الانتخابات حنا قررنا بان غادي نقوموا بالاختيار الثوري بالشكل ديالو الحقيقي كما قام جميع الدول بالثورات المسلحه. فعلا وخصنا المجموعه خوان ديالنا الفيديين كنشكرهم يعني استقبلونا يعني استقبال حار يعني وبعدين جينا الفيدي وحكينا الملابس المدنيه وحكينا الكلاشينكوف وخصنا الملابس العسكريه وخصنا مجموعات تنبر ومجموعات خليفه ومجموعه ديال الدميمه اللي فيها المرحوم ديال محمود ومجموعات خليفه ومتا ومتا ولا محاول الحج ولا بو القضاء والشيخ ابراهيم او الشيخ ابراهيم التلميذي وغيث عمي رشيد واللائحه الطويله يسمحوا لي خويا نقول لي ما كانش العشم عليهم. اما مجموعه تنغير اللي كانت راسها مرحوم خالي عبد العليم والعائله تاع الزايد الحسين والسي موح فخر الدين والمجموعه. اما بالميمه طبعا كان في حمام مسقاني كاين حدو اللوزي راه كانوا دابا هنايا حدو اللوزي كان معنا في التنظيم هو ديال بالميمه. اذا يعني كنشوفوا بان المسائل حنا غاديه بشكل طبيعي وبشكل عادي غير انه طبعا الوقت اللي خدنا كنتسناو تعليمات من القياده قالت ما يمكنش تهجموا حتى تاخذوا التعليمات لكن فاجئنا للاسف لان الاخوان ديالنا في خنفره هجموا على موقع مولاي بوعزه بحال اليوم بحال الليله 2/3 مارس 1993 هجموا السي ابراهيم محمد تيجناتي وعارف عمي الحسن وبرمو مجموعة من كحلو سمعنا في الأخبار بأن الإخوان ديالنا هجموا لكن حنايا ما توصلناش بأي معلومة فطبعا فاجأتنا وخدينا المراكز ديالنا في الجبل أنا والمجموعة ديالتي اللي كان محرم حاج بري وكاين ترشيش وكاين العثماني وكاين حمان سعيد وكاين عيسى زايد المجموعة وفعلا حنا فرقنا من الجبل ومهم طاقات المسائل حتى لستة ما بين 5-6 مارس كان الهجوم على الدار ديال الديشان اللي فيها المرحوم محمود ومولاي عمر وفريكس عبد الله حتى استشهدوا يعني في هذيك الدار بالنسبه لهم طبعا هم. اما بالنسبه لنا حنا عندنا معارك مع القوات القوات العموميه فلحسن حظنا حنا في سنغير ان المنطقه كانت منطقه واعره ان الدبابه عما عندنا الصور طلعنا في هذيك الجبال ديال تلغا عبر الاطلس. الوقت اللي انطلقت المسائل اتجهنا باش ننطلقوا مع الاخوان ديالنا في خليفة لكن الوقت اللي وصلنا يعني المنطقه ديال اسحاق قالوا لنا الناس بانه مستحيل ان ندخل دابا خليفة لان خليفة مطلقة بالدبابات والطائرات الى قبل رجعنا اتجهنا من بلاد باش مجموعه ديال بوبرين الله يولي برحمه الله ومجموعه ديال الاخوان ديالنا في بلاد لان كل مدينه في الحقيقه رافع عندها تنظيم لانه بعض الناس يقولون كيف انه جوج الناس ولا ثلاثه يديروا الثوره في المغرب لكن الحقيقه الان حنا الحمد لله عندنا خارطه واضحه بالنسبه للرباط المرحوم عمر تكون مجموعه
والمجموعة ديال تونسي والشيخ صغير المجموعة من إسبار بار كذلك خليفة كما قلنا خليفة إخوان اليوم غير أسفي السي مفارس الله يشفي ومع المجموعة ديال أسفي كانها مجموعة تمرية فاسية وجدة ما ننسى وجدة بأن وجدة تصوروا حتى المشفى في وجدة عندنا في الأسرة للمشفى تخبى فيه المسدسات وفي طنجة كان عندنا القياد اللي كيسجلوا المعمورية كان عندنا أستاذ الميت المختار لله عمرو راه باقي حي كان من الناس اللي كيسجلوا المعمورية باش ندوزوا الأسلحة وندوزوا العناصر إذن أكادير كان مجموعة إبراهيم الباقي مجموعة مكناس وفاس كل إقليم فيها تنظيم فاحنا ما مش حنا مجموعة ديال المغامرين والجنادة كنا عندنا مختار ثوري في كل مدينة عندنا العناصر اللي هما المكان اللي ماشي إبراهيم عندنا الاتحاد الوطني لأن كان هو جزء متنزع من الحركة الوطنية ما انطلقناش من فراغ انطلقنا من الحركة الوطنية لهذا بغينا تغيير الجبري فعليا حتى جات القضية كما قلت لكم قبيل راه انطلقنا من جبال الإخوان اللي غادي يعرفوا